حرشاد رشيد راه معروفه في الحاج. صباح الخير وصباح النور تابعين ديالي، وانا كنصبحت لاباس عليكم، نتمنى احسن الاحوال رب العالمين، وانتم كتشوفوا هذا الفيديو كيف بقيتوا. مبروك علينا هذا الشتاء هذا الصراحه، الله واحد الجو واعر بزاف. اليوم الجمعه، احسن حاجه اول حاجه قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كنبغي كاع المتابعين ديالنا انكم تضغطوا على زر الاشتراك اخوتي وتفعلوا داك الجرس ان شاء الله، كاع الناس اللي كيوصلوا في الاشعارات ديالنا نتمنى لكم تحيدوه وتردوه، ردوا عافاكم، داك كنت نساو ردوا عافاكم ان شاء الله. وشكرا لكم كاع التعليقات ديالكم اللي كديروا لنا، وشكرا على التشجيع ديالكم لينا. واليوم كما كتشوفوا مع الروتين ديال نهار الجمعه، ضروري نهار الجمعه حنا عندنا كسكسو، يعني كسكسو في اي دار مغربيه سبحان الله، داخل الوطن ولا خارج الوطن كيديروا كسكسو نهار الجمعه، وحنا مع هذا الجو هذا زاد شجعني باش ندير كسكسو اليوم. الخضيره ديالنا كلها كما كتشوفوا كاينه قريعه الحمراء، المكور ها انتم هذا المكور البنات كما كتشوفوا، راه فاش بغيتي تشري مكور عمرك تشري داك اللي كتكون خاويه من الداخل، خذ داك اللي كتكون عامره بحال هكا. شوفوا شوف هذا عرفتي قاصحه باش تقلبيها من هنا كتلقاها قاصحه وثقيله، ثقيله كتجي زويونه هذه في العزله. ومهم اليوم ما شاء الله غادي نديرو الكسكسو كما قلت لكم، وغنخليكم مع واحد الجو غزالتي واحد الشواء واعره. الصباح كان الريح واحد الريح سبحان الله كيخلع، ولكن دابا الحمد لله ملي هدات شويه الدنيا وداك الشيء غنخليكم واحد الجو واعر. وتحيه كاع المتابعين اللي كتفرجوا فينا، شكرا لكم بزاف. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم هذا الروتين ديال نهار الجمعه، ولا جبوا الفيديو لنا ما تنساش انكم تبارطاجيو اخوتي مع خوتنا وتشجعونا ان شاء الله باش تحيه كنتشجعوا ديما كنحطوا الجديد. وله لي خطاكم راه حنا فضلنا فضلكم نتوما باش ان شاء الله راه حنا غادي في القناه. وتحياتي لكم، وكنعتذروا منكم الا درنا شي حاجه ماشي هذيك ولا صدرت شي حاجه منا ماشي هذيك. وتحياتي لكم كما قلت لكم فيما كنتوا داخل الوطن ولا خارج الوطن، وخليكم معنا. تمشي معنا للجامع؟ ها؟ هذا شو تمشي للجامع؟ كنت في الدار. نصلي في الدار. تصلي في الدار انت؟ الجامع زوين الجامع. تمشي معايا للجامع؟ سري لا صار تمشي تصلي بطمع. الحمد لله بعد ما صلينا وسام طير ضي ايوب قال له يا راه تمشي معنا للجامع، قال له لا غاسير، قال له انا غنصلي في الدار. لا قال له انا غنصلي في الدار. قال له لا غنصلينا في الدار زعما واحد صلى 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 واحد طب سجد طاح صلى عليه سلاه. هو رجع الجوع قلت له شويه ديال شويه ديال الطعام هكا كلا، فاش كان قاري هو جا الجوع كتعب مع القرايه سبحان الله كيجيك واحد الجوع كتبقى بعض داكشي تاكل حتى الحجر. بسم الله نحطو دابا الكسكسو ديالنا هانتوما بعد ما فار. الحمد لله اللهم عليك الحمد. ها فورتو التفويره ديال غدايد. ها هانتوما نحطو هنا واحد الشيوة كطيح غير قليلة. هادي هي الشتا اللي كتعجبني انايا ولكن تيتنفع من نهار الربيع سبحان الله العظيم. بصح كيشربها وربع ديك الرقيقة كيشربها وربيع. شكون نقول لنا شكون بحالنا في هاد البرتا هو ديال الدارين كسعة هادي كسكسو. ها انتما شوفو شوف كسكسو. أسامة صليتي؟ صليتي؟ شوف فيا صليتي ولا لا؟ لا. وعلاش؟ نصلي معاك. ها؟ نصلي معاك. مرة قلت لك باش تمشي تصلي معايا قلتي لي لا انا غنصلي في الدار. وشنو كتقولي حول المنسوب اليك؟ اي شنو؟ شنو مقام يقول؟ قراصو واحد. غتصلي؟ غنصلي ونصلي وحنا وياك. ان شاء الله. هذه الخضرة ديالي. انتم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، وسمرة قطعتو شنو ديك القريعة باش كلاها؟
ضروري كنعطي شويه الخضراء اسامه دابا تلقى طبخ شويه المشاهدين باش بداك الزيت تخلط مع المرقه باش ما كتبقاش غير المرقه وصل برد شويه بقات طاب كبيره كنت كنتسناهم يجيو طفيت عليه كبيره راه ديما في الطريق باش ما ياكلوش بارد المشاهدين ديالك الساعه ديالنا دابا خص اي بيديها باش ما تبرد لكمش جات واعره بزاف ودرت شي شويه ديال التفايه هنايا بقاش اغلب الناس ياكلوهش هكا درت التفايه هي بقات شي واجد تعجبو بزاف تبارك الله عليك وصف هات ما تفيات هات ما لك صيا عرفتي في هاد البرد هذا يا سلام واه واعره ايوا بصحتكم وراحتكم وبصحه كسكسو ديالكم ونهار مبارك وجمعه مبارك على المتابعين ديالنا ودابا ندير شويه ديال التفايه انتما تشوفوا كي جات جات زوينه بزاف ومع الكسكسو حتى راه بقيت سخون نديو باش ندخلو فيه طولا وعارضين المشاهدين ديالنا هي القصيعه الحاج السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تحيه للمشاهدين قناه البهجه كنشكركم على التتبع ديالكم وكنطلبوا الله تبارك وتعالى تكونوا في احسن الاحوال مبروك علينا هذا الشتيوه هذه كنطلبوا الله تبارك وتعالى زيدنا وما ينقصناش نطلبوا الله الخير من عنده كل شيء تبارك الله راه خزائن ديال الله مملوءه 10 24 سنه والحمد لله على الخير هذا والله يزيد الوقت لا تخاف من دي سلطان ما دام سلطاني باقيه واش كون ديما كتصوروني مع القصعه بوحدي زعما واش انا اللي تناكل القصعه وانا كنصور والله الا انا تنصور انا غادي انا غنجي نعاونك ما تخافش كلشي انا غادي نجي نعاونك ما تخافش كون هاني تبقى تخلعوا المشاهدين يشوفوا القصعه وانا جالس بوحدي قول هذا صاحبنا هذا راه تياكل بزاف لا لا تبارك الله عليك الوالده لا تزيدي عاود راه تقول قطعه لا راني غادي نزيد على خليه لا لا خليه يشرب بوحدو ما كنكون مع راجلي الا صورتوني معاه ما تزيدوش معايا هو ياكل يتصور معايا وما تاكلها بوحدك والسلام عليكم اخواني اخواتي بنياتي وليداتي تحيه لكم كاملين والله يسهل اموركم والله على درجتكم والله يسهل عليكم باش تتمناو بخاطركم في هذه العواشر داكشي تتمناو بخاطركم ربي يحق لكم والله ينجح لكم وليداتكم واحد جوج سيدات وحده من كازا والاخرى منين ايوا البارح قلت لك والله ما عقلت هذه نسيت على هذيك البلاصه كاع بعدا الواد راه كتحلى ميدلت ولا ما عندك الشيء ميدلت ميدلت ياك ميدلت الله ينجح لكم بنياتكم وتفرحوا بهم ان شاء الله وبغيت المشاهدين ديالنا كاملين يدعوا معاهم بالنجاح تبارك الله الله يوفقهم واللي ينجحوا يجيبوا شي صعب بحال هذا ادعي معاهم الحاج الله لا شحال غضوا ليا فيك الله يسهل على امه سيدنا محمد كاملين لا هاد بنيات بالنجاح قالت اللهم صك انت دوزوا شي كل كور يا رب العالمين الحاج باش ما يبقى واحد ما يبقى فيه الحال سهل على أمة سيدنا محمد كاملة الله يسهل على الجميع يا ربي الله يفرحهم وليداتهم الله يصلح وليدات الجميع والله إلا تندعي من قلبي ونفرح معاهم إن شاء الله ونكون معاهم شي وظيفة هو هذاك إن شاء الله يا ربي إن شاء الله بإذن الله يسهل عليكم كاملين الله يسهل على السيدة ذاتنا القصعة هذيك الله يرحم لي والدي صحة الراحة كل المشاهدين تحنا راه بدينا ندعيو معانا تحنا راه بدينا الدروس ديال الحج إن شاء الله الله يوفق الجميع دابا تعطيونا الدروس راه خلعوني يا خوتي الله إلا الصراحة دابا الوالد دابا الحج درتي غير على حساب الوالدة اه وإن شاء الله أنا الوالدة وراه شتها بدات شتها تخلعات لا راه حتى لها علاقة مع العمر هذاك الشيء تعاودوا صغيرة تكبر إن شاء الله بنادم ما يجتهد يمشي صغير حسن الصراحه حنا مدوزين زعما راه حتى لاله فاطمه ولا لاله الدريسيه راه تما تغلبوا اه دوزين لك سطاج حمريه حمريه الهديم دوزت عمره ودوزت سطاج في الهديم عندما داك الشيء ديال السواق ماشي ماشي مزيانه لا شتي لاله فاطمه ولا لاله الدريسيه ما كنمشي تمشاو بزاف تما العباده اه العباده صراحه راه تيولي بنادم ضعيف السوق والعباده ما كيتفاهموش هي حاجه واحده لا ولكن بنادم معايا العباده قالوا بالدراع راه بالدراع باش لحقاش المناسك ديال الحج ماشي هما ديال العمره كثار المناسك ديال الحج زايده الحمد لله دابا الانسان يستعد هي الله يوفقنا والله تا هو راه مدرسه رمضان تا هو راه كتخرج منه هي والله يعاوننا يا ربي يعاون الجميع الصحه ديالك كتقاد والاجر تيثبت عند الله تبارك وتعالى والانسان تيواظب وكيولي بحال كي يعني الرمضان بحال كيهيئك للحج. وتحيه لاله امينه من هنا حتى لكازا مسكينه قالت لك نهار اللي طلعت في القرعه قالت لك راني تنقول يا ربي قالت لك تقيت تنقول يا ربي حتى انا قالت لك مسكينه ما عيطوا لي الا غدا قالوا لها طلعتي. وشو الحمد لله كاع اللي غادي للحج الله يوفقهم الله يعاونهم ربي يكون عوينها عوينا كاملين الله يعاوننا ربي ان شاء الله يا ربي يمين. ويسهل لتي لما طلعوش القرعة كنت قلت لك عقلها شي سيدة هي بغاتك تاي معاها عقلت والله الى المتتبعين ديالنا كامل
كاملين الناس بزاف صراحه وكاع عندنا شي واحد غادي ندعي مع كلشي تبارك الله خوتي اللي نسينا سمحوا لنا والله العظيم حقاش حتى الله الا كثار هادي الناس اللي باغيين يدعوا داكشي كثارين الصراحه الله وكنعتذروا منكم كاملين والله باش تبقى في الحال راه ضروري ربي غادي يستجب شي واحد فينا سمي العزيز والله الا تخليوه يتبقى في المسكين ولا لا فاطمه ولا لا الدريسيه راه داروا معنا كانوش يتمشاو عياو 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 ماشي مشكل حقاش الخدمه راه خدمه ما كاينش ايوا الحمد لله يا ربي وهانتوما هنا عندي البرمه وهنا الكسكاس برمو كسكاس غادي نفور هذا الحامض ها هو الحامض غادي نغسلو دابا مزيان حقاش قلعوه دابا زبروا الشجر وحيدوه لي دابا غادي نشد ندير شويه الماء في البرمه حتى يطلع فيه الباخ وغادي نغسل داك الحامض وهانتوما تابعوا معايا ان شاء الله ثم ها هو الحامض ديالي بعد ما غسلته دايره البرمه درتو في الكسكاس ودايره خلاص غير ديك ديال هذا غسلته مزيان هذا ديك ما هذا ديال الحامض لاصق غادي نديرو ان شاء الله دابا يطلع فيه الفار وغادي نحيدو تبعو معايا ان شاء الله نغطي عليه الا كان عندكم غطيه غطيو عليه ولا غطيوه بشي حاجه باش يطلع فيه ديك الفوره ان شاء الله ها انتما دابا غطلع فيه الفار دابا غادي نحيدو نخويه في البانيو دايره العجينه هنا تترتاح اش غادي دير يا السلام عليكم راه عيان كلشي حنا مريض اي اخوتي راه حنا مريض بالروح هذا واحد الطراي اي دابا بانت لي تبدل اي دابا تربيحه حارتي قتلاتنا كلشي والله الا دري هذا الله يشافي كل مريض في يمين شوف هانت هو دابا طلع فيه الفاس هذه الخوي بطل خاطر تبقى صفر واقيلا ما تيتبدلش اش تيبقى صفر تيبقى زوين ما كان تقبوه خاتي ما والو غادي تقبو في واحد الثقيبه اي صغير وراه كدير واحد الثقيبه صغيره اه شوفي جا هاتي غادي نبقى ندك في القرعه هنا في هذا الزاج غادي ندير فيها داك تبان فيها خاتي ها داك تبان فيها لا لا عند الزاج كبيره ونديرو تما هذا الحامض دابا نكملو المصيطه الله يسمح لنا حاولوا علمها والله اه ونديرو هنا نعاود نرطو اي نعاود نرطو ثاني الفوره الثانيه شحال ما كان عندكم الحامض واخا تشريوي شويه المهم الا كانت عندكم شي شي وبحال تيطاف شتيها انت ما تبقاش في داك وداك المروره وقيله ما كتبقاش المروره تتحيد تتهبط في داك ما تبقاش في داك المروره سبحان الله راه درت فيها واحد الحامضه صغيره انا باش ما تشتي انت اه البرمه راه سي الله هي بلاه واخا ما ديريش هذا حامض نيت براسك تطلق هذيك الصفوريه ديك البرو تطلق لتحت اه تيجي بحال ديال الزنقه راه جربناه شتي واه كيجي واعر صراحه صراحه انا خاطر باقي ما شربت هاد البرمه هادي راه عزيزه عليا زوينه كنديرو نغسلو نردو البلاصه ديالها بقات فنا اه وهذا خوتي كما كتشوفو هنا راني كنصاوب واحد هادي تاع الرغيف تيكونوا معمرين نديرو ان شاء الله فران يعني انا كنرا بديت ندرب اخوتي على رمضان دابا رمضان جا خصنا نطلقو يدينا شويه نتعلم بلا نطلقو يدينا راه نسينا كلشي ايوه وهذه هنا باش نورقها درت شويه ديال الزبده مع شويه ديال الزيت والنشا باش نورق العجنه نطلقها مزيان وعاد نطويها وعاد نطلقها عاوتاني نعمر وعاد نسدهم صغيورين ان شاء الله ها يا خاتي فاطمه انا كنغسل الحامض في المنظر زوين شتي راه عزلت عاد داك اللي زوين تحيدوا هاد العميدات هادو هادو ما حيدوهم هاد هيا واخا تشري غير كيلو ديريه رقديه ايوا وحي تبقى ما تيطيحش والله الا بنياتي اخوتي الا جينا بعاد هنا على كلشي بعاد ما كاينش شي ما دابا بحال كل حامض برق تحتاجيه تبغيه وكاش يتسخر لك ضروري يكون تلقى اي حاجه ضروري خص يكون الحاج ولا اي حاجه ضروري ايوا الحامض رقدوا عليه دينا بعدا لقى حدانا الا ولا نسيتي شي حاجه صافي هزك الماء الا نسيتي شي حاجه ما يمكنش يولي يرجعوا لك ليها ما يرجعوا لكش تما والو كاع مير يرجعوا لك شوف هذا كيولا شي شي كيولا على منظر فيه تبارك الله شي كيولا هو دا خط هذا التالي اللي تفور دابا هانت هما الملحه راه كاينه هذه الملحه الحيه لا هذه ديروي هذه خلاص انا بحال درت هذه عندي هذه العاديه تخلط شويه وراه عندي عاد الزيتون فرشه هذه المطحونه حيت هذه كنت قلت للحاج جاب لي ديال الزيتون وجاب لي هذه المطحونه هذه بزاف هذه شتي هذه المطحونه هذه الملحه الحيه الملحه نخلطهم انا وكاين دابا ديال الزيتون فرشه على هادي غير مفرشينها كتبقى شويه قاصحه وكاينه وحده عاوتاني مفرشه بيضه راه شتي ديال الدجاج ديال الدجاج هاديك ديال الطرقه الدجاج دابا غادي نديرو تكا هنايا ها ها صافي ونرميو في القرعه نرميو في القرعه نيشان هاد الملح راه تحجرات لي راه دابا الدوبه غادي ندير الماء اييه غندير هذا دابا هنايا القرعه هادي ها
ترمي بها الحمض. هو كيطلق الماء ديالو خالتي؟ اه هو اللي طلق. لا غادي ندير الماء. ندير شويه الماء. هانتوما هذا كنتسناو خوتي يبرد. هذا راه عاد جبدتو. خوتي فاطمة ديرو جوج باكيات ولا ثلاثة؟ لا باش يجي زوين. انا درت هنا جوج وزدت من هادي شوية عاد. سالينا اي عمرت الطلبك لو فاش عمرنا القرعة هذا سبحان الله. عمرني شان جاتني شحال. جات بوتان من الحايه ديال المحاكم كتبنا هي المحاكمه غادي نعمروا بالمدام. كاين دابا حنا وغاناش نديروا غير الحامض عاوتاني دابا بما الناس باللي غادي اييه. واللي بغى خاطر نسموها كابله الشوب ما يجيش انا كدار زعيطر ما يجيش الحامض عاوتاني مع زعيطر. راه سيدنا موسى سيدنا موسى زوين يدير لحوم هكا النيت. هاي لحوم فوسطا هذاك ما يدير هو ني شي عشب غادي يضيع يديروه يبدلوا له المذاق. ها تبا شوف اخوتي كيجمل. ها دابا راه خدات عمر له الماء وتركم واحد الطريقه باش يبقى محافظ باش ما يضيع. بالله بسم الله ما شاء الله. خاتي فاطمه كما كتشوف المشاهدين جابت الماء ديال جابت الماء ديال جابت الماء ديال البيره اخوتي. شوف البيره زوين الزيتون الحامض كيحافظ عليه. هذا خاطر كديروا الماء ديال البير باش يبقى محافظ. الماء ديال البير زوين حلا ريحه فيه باش حليتي خاطر ريحه الحمض كيضرب. شتي كطلعات سميتها والله الا شميتها. راه كاين اللي تيخليه ايه كوي هذاك بحال داك البلدي. تتقوي الملح مزيان وتتخليه غير بداك السيرو ديالو ديري غير كيجي معلك. كيجي معلك هذاك هو اللي كيدار في الطوجيات. هذاك هو تيدار وديري غير شويه الحامض تعصريه وديريه فيه غير حد هنايا هو تيطلق داك هذاك الماء ديالو. دابا نزيدوه شويه هذاك راه ما تقديش هنا. صافي بسم الله بسم الله ما شاء الله الله. عرفتي كنشوف هاد الحامض ملي فين كيتسرح. والله الا شفتو الله شي يقول بادي بالحا كيبقى تا لتحت. دابا الدوب دابا كلها طلق شوف بالحا كيبقى هذا كلها غادي تحل الملحه. دابا دخلوه في دوك التقبا. دابا الماء راه ملح هنايا. الماء راه مالح هذاك. هانتوما بحال واقفين حدا خاطر فاطمه. ها هانتوما شوفوا مازال يطلق هو الماء ديالي عاد شمال. صافي تبارك الله ما شاء الله. شنو واخا تي السر اللي كديري له؟ نديرو دابا الزيت البلديه تبقى واحد. يعني خاطر كدير زيت البلديه تحافظ عليه. زيدي شويه د الماء خاطر باش يجي زيت تجي غير زيت فوق. باش مابقاش ها صافي. زيدو الزيت دابا نديرو الزيت تما دار الملحه هذا دابا الملحه. دابا صافي نديرو الزيت هنايا. انا خوتي راه بديت كنصاوب ديك الرغيفات دابا راه بديت كنطيبهم. فالتالي ان شاء الله نوريكم كيفاش جاو جاو زوينين. الزيت البلديه دابا حنا ديك الحيله فاش كان وما هادي شي عامين ولا ثلاث سنين ما جاتناش كثيره الصراحه. هادي الحيله وفاء الحيله خالتي. وكان واحد الوقت شفت شو كدير الزيت كان فوقها. هي اللي تتحافظ عليه ضيع ما والو. انتما شفتوا ها هي ديها ما تخافوا منهم حتى شي حاجه زعما تقولوا زيد تدخل فيه نسمه بالعكس كتحافظ. خاصك تزيدوا ديك الساعه شويه ديال الماء فوق ما هو الشنو هذا زيد شويه. زعما طلع الزيت وهبط الماء غادي تبقى غير الزيت الفوق. اي باش طلع انا بغيت ديك الزيت صافي دابا. شوفوا انتما شفتوا يعني ما كتبقى يغمل ما والو خالص. ولكن تسدوا عليه مزيان وصافي تخليوه تنساو هذيك ونساو راه زوينين. راكم شريتهم انا للزيت راه عندهم دوك الخناشي ديالهم. اييه اليدين انا خاطر كديرها هكا وتنسيه. صافي هكا وخليه اي واحد 15 يوم راه انت غادي تقلبيه ديك الساعه تلقيه قد شوفي راه طاب. راه طاب والطيه ديالها معفره راه كبيره. راه شفت هنا اييه صافي دابا خاطر زدات الجامع يهزها لنا هادي. الله يا ربي عرفتي ثقيله مع الزاج هذا خصها تحليات وجديرها بلاصه تمشي بلاصه نيشان هادي. دابا انا بغيت تميلوها غير هكا نميلوها شويه هكا باش يذوب داك الحامض. خلي خاطر عرفتي شنو ما نديروش دابا تا يذوب الملح تا يذوب داك ونقلبو مش قلبو فيها غير شويه باش حقاش الحاله هادي كانت عندي انا ملحه وخبز زطه كانت عندي محجره. حقاش انا ماشي هادي تنستعمل طياب هادي تنجيبها للدجاج هكا ولا كان شي حاجه طرقاد
تنجيب اخرى بحال السنيده راه كنا ورينا هذيك اللي تنجيب وداك السنيده الحامضه ما تجيش فيه ها لا لا ما تجيش فيه هذيك تيديروها في العصير العصير تديري شويه في العصير هذيك ايوا خليو خوتي دابا تيدوب ان شاء الله ونرجعو تستعمل واحد الملحه للطياب بحال سنيده تقولوا سنيده اللي تستعملوا للطياب اييه هذيك زوينه واحد البكيه يقول له عطيني بحال هذيك الملحه المزيانه بحال مرمله كتكون مرمله اه تتكون مرمله وما تتحجرش ما كتعطيش مع هاد تبارك الله دابا باش يفهم الحال السلام ورحمة الله وبركاته شكرا على الكادا يقول شو السلام مشاهدي تصوري اه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية للمشاهدين قناة المجال كنشكركم على التتبع ديالكم الكادو ديال اش الكادو هذا هادشي راه واجب ماشي كادو ايوا الله يخلف عليك واجب الله يقوي عليك الرزق واجب ايوا ماشي بالجميل ولا بالمن ولا ايوا واخا هكاك الله يخلف عليك الله يجيبك التيسير ويجيبك الرزق ويرزقكم الحياة ولا تحتسب حقاش مسكيره وصيتو هانتوما تشوفو نقول لكم شنو كاين هنا هذاك الشيء زوين وهانتوما وفاء هانتوما خوتي درا اي مشاهدينا اللي كما كتشوفوا درا نفس العجينه نفس العماره الطريقه كيفاش مطيبين كل وحده وكيفاش بحال بحال عجينه وحده عجينه وحده وعماره وحده شكلت بها هانتوما خوتي درتو لي قلت لكم درتو الفران هادو مورقين كيجيو واعرين الصراحه هانتوما شوفوا الفران هذا في المقله هذا في المقله وهذا في الفران شوفوا هانتوما عرفتي كيجيو مورقين شوفوا شوفوا يا 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 داكشي تيشهي جاو زويوني الا بغيتي غدير فصوم فروماج وداكشي اما راه كتبقى اختياريه خوتي اللي بغيتي باش ما بغيتي تعمري به بالزيتون وفروماج كيجي واعر مع شويه الزعتر وهذا خلاص كما كتشوفوا هذا درتو انت هما نفس العجينه ونفس العمارات ونفس هذاك باش اللي بغا هادو اللي بغا هادوك شوف واخا واخا يا الشفار واخا خلي الحاج كما كتشوفوا هيا هانتوما بعدا هذا لومبالاج سمعوا اي مالنا هانتوما لومبالاج اجي اجي راه سمعوك المشاهدين اجي اجي نشوفوا جاب لنا الحاج تما حرشه هذيك معروف معروف رشيد ها النمره ديالو اللي بغا شي حاجه عيط لي صافي اللي جا نشوفو خوتي الا كنتو غادي الافران ولا بغيتو تفطرو ولا بغيتو ديرو كاسكروط دوزو عند هاد السيد تبارك الله رشيد غير سولو رشيد حدا الحمام تبارك الله الصراحة ها هو هو هذا انتم ها حمام الزهر النمرة ديالو قبل ما حمام الزهر عيطو له ينعت لهم ولكن في الحاجب معروف الصراحة ولكن شنو نقول لكم تبارك الله كلشي لا الحرشة لا الملاوي لا الزبدة لا اللبن راه فطرنا تما هنا ولا لا دريسي الرايب عاش ما قلبتي كاع داكشي من البلد زوين داكشي بلدو عند زوين الصراحة اللي ما عرفين يمشي يجي لتما الصراحة هذا هو الحاج جاب لنا الملوية في راسو واش راه حنا شنو الملوية راه دابا حنا دابا بحال راه كون صبنا النار كون صبنا النار شوف عرفتي الملوي عنده تبارك الله غزال راه متتبع وافي مسكين ولكن تنشكروه راه تنشكروه من القلب الصراحه انا لا الحرشه واحد اللذه فيها غزاله والرايب عاوتاني ديك النهار عرفتي ايوا صافي نديك ديك النهار ضرب كلينا جوج 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 الله جوج جوج بالرايب ما عرفتش الرايب اخوتي ما كيطلعليش في الراس ايوا صافي الله يمشي عندك عرفتي واحد العام في رمضان خاطري كنت ديرو لنا هو يوميا كنت ديرو يوميا كيطلعش في الراس كاع وهنايا وفاء حقاش شوفوا الزبده البلديه وفاء هذيك اللي ملحت مؤخرا ما زويناش شريتها من عند واحد تيبيعها في مكنات حدا الواليد حقاش قالت لي عمتي فاطمه قالت لي ما تثقيش راه كاين اللي ترموها في اللبن وتيمخضوها وتتعطي تدخل فيها ديك اللبن وتجيك بحال واخا هي اللي جبتي خاتي هي الصراحه انا هذه فاش قطعها لي ودارها دارها لنا في الحرشه هادي غزاله هادي لا في حرشه لا في المعلاوي لا خوتي حنا هادشي التقليدي كنموتو عليه الصراحه راه واقيلا مازال شكرا للحاج مسكين وصيتو دار واخي يكون مع شنو يكون ولكن خوتي هادشي البلدي كيبقى بلاصتو الصراحه هاي دابا تدي زبده تاهي الزبده حقاش جاي قلت له بغيت نملحها شوف هذا ديالها خوتي كدير لها واحد الطريقه زوينه كاع واخا دابا كتجيب زبده بلديه هكا وكدير لها شويه الملحه والله الا كتزوينه فاش كدوبيها كتجي لذيذه واحد المراه مسكينه تحيه ليها كان واحد الخطره بغيت نغسل الزرع وجاو مساكن تيعاونوني وعرفتي مسكينه وبقات تاكل في ديك الزبده وانا ما عرفتش راه تتوهم ومشاو من عندي تقول لهذيك جارتي اللي حدايا قالت لها ربي وما سولي فاطمه شنو دارت في ديك الزبده عرفتي واحد الداوة حتى ديك جارتي مسكينه وما عرفتش انا تتوهم وانا صيفطها لها قلت لها وي قريبه تلوحوا خاتمه هي قلت لها والله لا
ايوا مسكينه عرفتي درت انا تندير فيها شويه الملحه وتنضعقها غير شويه هي بحال تتبنيها صافي وديريها في الطويصه وتبقاو تاكلوا منها هذه الزبده عرفتي واحد الدره واقفه ضغطها انا ضقتها صراحه وعجبتني ماشي زعما جربوها في الزبده البلديه بالحق الزبده البلديه اللي دارها لنا في الحرشه فاش فطرنا حنا ولينا الدريسيه والله غزال حسيت بها بالله بلديه واللي بغى الزبده البلديه الصراحه ها هو النمره ديالو اتصل به راه يصيفط لكم ايوا وهذا صراحه الزبده البلديه صعيبه تكون حراره لا انا بحال الناس اللي في العمران ولا كذا ولا هي كنا عارفينه الناس اللي في العمران ولا هذا هما الحراره خلاص والله الا دوز عنده لا ولي دايز اللي دايز هكا اللي قريب يكون راه ماشي اشهار والله العظيم غير لا لا الصراحه والله الا عمرها سلعه تبارك الله تاع عمود كمشي عنده مسكين ما تيقدش علينا حنا من بكري تناخذوا منه الحرشه يعني كلشي شي حد مزيان كتبغي تبيني الناس يبغي الحرشاد رشيد راه معروفه في الحاجه مش حال اغلبيه الناس راه مش حال هادي راه هو ماشي غير تقول حلال قديم دابا اش دير دابا تاكل الحرشه من الاول تبقى شي دير والله الا دابا حرنا دابا حرام دابا حمزه اللي غنسولها اخويا شنو بغيتي حمزه يلا دابا حمزه اللي غيقول هذاك الشيء دابا شنو بغيتي هادشي ديالك هذا واش تي حمزه مسكينه سين ايوا ها انت لا لا تنفدي السلعه كي جاوا اخويا حمزه جاوا زوينين زوين هاك اخويا انا اصلا ايوا عندك بنت مسكينه الكوزينه قال لي ايش كنت قال لي كدير بلا بي قلت له لا قال لي كدير بلا مش قلت له لا شو انت والله لا تيشهي الصراحه لا لا جوز بك اختي هاك دوك لا ما قديتش انا دابا مازال شويه بلاتي عرفتي والله الا فنان نعم خصني نجلس انا لا كليت دابا غادي يمشي ليا الجوع خصني نجلس ونحط كويس زاتاي ونتنشوى عليها شوف اختي ها دير اتي بلا شوف ما تيبغيوش الدراري اشنو بالكم شتي تساهموا معنا في هادشي ولا بالكم ومرة داك العشوبة وفاء اللي درنا اللي ميبس على يدي هما هادوك اتي بلا شوف نوريوهم المشاهدين وفاء دوك العشوب شنو خاصنا وفاء لبيك العشوب بين يديك العشوب تي بين يديك والله الا عشوب فطيبه عشوب طاطا فطيبه بين يديك واحد الريحه اخوتي عطاني مراوحه والله العظيم ولا ني ريحتها ها انتو مراوحه خضر شوفوا كي تيبان هادي شتي العشوب بعدا ما كلونها السلميه هذيك هذه بلونها السلميه بلونها اش خص الحاجه تكون بلونها شوفوا القرعه وفاء بين القرعه من تحت ها يا خالتي ها انتم خص داك الشيء يكون بلونه المنتوج ديالنا راه ما فيها شوف ما في لا خش لا خش لا والو شوفوا كي داير داك الشيء تبارك الله نقيته حبه بحبه ازير وغزال خضر لويزا ازير مانتا دابا في الصيف ريحان كلشي 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 خرج من لويزا ازير وانا ما بغاش نضحيهم على الدراري مانتا تيعجبهمش تيبان فليو الزعتر لويزا كلشي المهم مجموع تما تبارك الله الله ودابا في الصيف فاش تكون ديك الحراره ديرهم غير في الظل يبسوا غير في الظل باش يبقاو في لونهم حيت لا لا تصفاروا ولا لك حالو لا صافي هذوك راه ما بقاش فيهم شي فوائد من الفعل ديال صحاب الشيف هذو واخا كتيبس كتبقى في المذاق ديالها لا الصراحه شتي على ريحه كيبقاو ودات واخا تيعجبني انا فاش يبقاو في الخضر واخا تدير قرعه كبيره وهذه غير درنا تنهزو منها كنديرو منها على حساب هكا العشيه اغلبيه العشيات خالتي كانت دابا يا كنت انا وفاء والحاج وما الدراري ما تيبغوش يشرب ما كيشربوش يشربوا دابا شنو نديرو دابا شنو غنديرو دابا خاونا شي حل للمشاهد دابا هذا دايرين لا كانت الشتا هما راه كاين عندنا خضر دابا انا نجيبهم خضر لا دوز زوينين تاع ايوا اللي مشى عند شي عائلته هكا الصراحه راه بغيت انا قلت لوفاء شوفي نديرو الشاونيه الثومه وهاد العشوب نديرو مشروع اييه غنبيعو المشاهدين ديالنا برك والله يا خوتي واحد التمره في ديك الشاونيه ويلي طيعه ويا خوتي عطيتي خوتي انا زعفر وتقولوا زعفر انا بعدا غا كنصب باش نجيب لكم تشوفوا لا هذه كنشاركوها معاهم في شي فيديو نوريهم الشاوليه غادي نطحنها ويا خوتي غادي نديها نوريها لهم وغادي نديها نطحنها والثومه عاوتاني نوريها لهم ونديها نطحنها والله يا خوتي تقولوا الزعفران الحر والسودانيه حتى هي ميبسه على يدي ان شاء الله راني تنوجد ما نمشي للحج تنخلي الوفاء كل شيء اختي الله يطول عمرك والكامون مدي له وفاء راه الكامون تنقيه لها ها هو لا ما نخليش وفاء ان شاء الله الكامون ما تتقدش هي تنقيها وفاء لا والو تنقيها خرج عليهم ها انتم الكامون البلدي شوفوا كي داير تنقيها راني معمره واحد القرعه ليه انا مازال ما نقيتش اختي هذاك مازال انا والله هذا اختي كيجي منقي ها انا اللي مازال هذاك والله يا اختي اللي كيبان ليها جي تشوفيها والله يا اختي انا المقل ذاك كيبان ليها راه انتم مازال دابا شوف يا اختي فاطمه ما نجي نقول لكم انتم دابا اختي فاطمه هي كتنقي الثوم ها محمد هادشي تظلم لي راه دابا شفتو غادي تفكر دابا وي عاد شدو سمحوا لي والله الا راه كما تعرفوا على هذا التليفون ديالي اختي قبلوا علينا الله يقبلوا علينا المشاهدين ديالنا الله يسهل عليكم والله يفرحكم اختي قبلوا علينا انا لا قاصه نصور حتى هذا قص الضو الراس وبقى تيردو من الفيديو لا اختي خاصك تي دابا دار ادابتي مع الضو شي كون دوك ينقص فاش يجي الظلام كيتزاد كيبقى يدير واحد ريكلاش دابا شنو انتم اختي فاطمه انتم دابا هاد السقطه دابا هادي كتزيد هاكا هاكا
انا والله خويا باش كيجيني راه نقي هادشي راه عادي مازال خاصي هانتوما ها دابا هادي هذا منقيها ولا منقيها ها هو دابا منقيها ها هو دابا شوف شوف اخوتي هذا هذا راه منقي ديري خلي شويه اه ما تبقايش احبه ها انتما والله ياخذ قوا حتى الا اختي اللي تحضر اخوتي ها انتما برقوق مزيان شوفوا والله يا اخوتي ما تلقاو خشه كدور عطي حاجه تاكليها تغمض العين يا هذاك الشيء تقيا عقل انا داك الساعه السبع د اسامه هو الزنجلان هو يا خويا شغل 10 كيلو اللي نقيت الزنجلان هذا الزنجلان هذا الزنجلان واه معالقه يا اختي ايوا دابا بغيت درت الحامض كي شتو هذا دابا عاوتاني ان شاء الله الثومه راني موجده لها يابسه موجده لها دابا الكامون خصني نقي ان شاء الله ايوا ما شاء الله كيشتو العيد كبير ان شاء الله ما بقى والو ليا متططير ديك النهار المشاهدين كاين اللي تيقولوا لي راه مازال الحال اي خوتي خاصك ترجعي تقول دابا خصني راني بعت الحوايج والله ما ضربتيهم فكر اي باش لاباس دابا تيغي شتي دابا كنت لهيت حقاش حنايا مدروكين مع التصوير والضيف تيجيو صافي كتكد اه والله الا تدركو والله خويا حقاش شحال من حاجه تجيك